دي مكتبة كانت عندي قديمة، فأنا عايزة أغير شكلها وعايزة أظبطها. المكتبة دي بقى أنا هكمل بيها الديكور بتاع الأوضة، هتشوفوه طبعا لما يخلص وإيه الحاجات اللي أنا هحطها فيها. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، في هنا فواصل من الخشب برضو، والإيه والمسامات بتاعة الخشب مفتحة، فأنا دلوقتي هدهنها هصنفرها الأول، وبعد كده هديها طبقة معجون علشان لما اجي ادهن اللاكيه تبقى ايه، تبقى إيه شكلها كويس وشكلها متساوي وشكلها جميل. فدلوقتي بقى معايا هنا صنفرة زي ما انتم شايفين كده، هبدأ بقى ان انا اصنفر كده. دلوقتي انا هديها طبقة معجون علشان اسد فيها كل الفراغات اللي موجودة فيها. يلا نشوف مع بعض. المعجون بتاعي اهوت، هبدأ بقى ان انا اخد كده وايه واملى كل الفراغات اللي موجوده واسحب كده. يعني انا ايه احط الاول كده وبعد كده اسحب. ده شكل المكتبة بعد ما بطنتها بالمعجون، وده شكلها بعد ما نشفت. دلوقتي بقى هصنفر المكتبة عشان تبقى المسامات بتاعتها ناعمة، علشان أبدأ إن أنا أديها طبقة لاكيه مط، ولما تنشف خالص أديها طبقة لاكيه لامع، ودي هتكون آخر طبقة. يلا بينا مع بعض هنصنفر المكتبة دلوقتي. معايا هنا صنفرة، معايا هنا صنفرة هصنفر بقى بيها المكتبة زي ما انتوا شايفين كده. ده لاكيه مط انا خففته بالبنزين. هبتدي بقى ان انا ادهن المكتبه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده اهو بالراحه خالص. ابدا بقى ان انا ادهن كل الايه المكتبه كده من فوق. وده شكل المكتبة بعد ما دهنتها باللاكيه المط، ولما نشفت صنفرتها بالصنفرة. دلوقتي بقى هديها آخر طبقة وهي اللاكيه اللامع. معايا هنا لاكيه لامع بنفس لون الأوضة، نفس درجة اللون بتاع الأوضة، ومعايا هنا الرولة بتاعتي. هبتدي بقى إن أنا هنا كده أحط كده الرولة كده في اللاكيه زي ما انتوا شايفين كده معايا، وهبدأ بقى إن أنا أدهن المكتبة زي ما انتم شايفين كده. شايفين كده ده شكل المكتبة بعد ما دهنتها باللاكيه اللامع، وده شكلها بعد ما نشفت زي ما انتم شايفين كده. بجد طالعة تحفة جدا، وطالعة لون الأوضة. يعني عايزه اقول لكم ان هي خدت مني شغل كتير، لان الصراحه الخشب بتاعها ما كانش حلو، وكان فيه حفر وكان فيه حاجات كده، فحاولت ان انا اداري كل الحاجات دي بالمعجون على قد ما قدرت. بس في الاخر ان شاء الله باذن الله، يعني النتيجه مع الاكسسوارات اللي انا هعملها لكم والحاجات اللي احنا ان شاء الله هنظبطها مع بعض لما نفرش الاوضه في الاخر، اكيد طبعا هتغير من الشكل تماما. زي ما انتم شايفين ده شكل الرجوله اهيت، اهيت دي رجول ستانلس. انا هركبها كده هتبقى بالمنظر ده كده، يعني هركبها كده يبقى ده شكلها. هحط واحده هنا واحده هنا وكمان واحده هنا والتانية كده قصادها، هيبقوا كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده ده شكلهم. طبعا ليهم مسامير، وانا هركبهم بالمفك اللي هو البرمه زي ما انتم شايفين كده. ده شكل المكتبه بعد ما ركبت لها الرجول الاستانلس زي ما انتم شايفين كده. ده بقى شكلها بجد، كل ما بنعمل فيها حاجه كل ما شكلها بيتغير، وبتفرق كتير قوي عن شكلها في الاول زي ما انتم شايفين كده.
يا رب يكون الفيديو عجبكم، أشكركم وأشوفكم على خير دايما وبخير يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. انتظروا مني كل ما هو جديد ومفيد على قناة فكرة للتجديد. انتظروني الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم.